السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته ورحمة الله وبركاته. عليك وعلى مصر وعلى أهل مصر الكرام اللي محلهم وسط القلب والعين، والله شاهد أن كل اللي صار اليوم كله من القلب إن شاء الله إلى القلب. أولا بنشكرك شكر كبير جدا، شعبنا العظيم ممتن جدا لكلامك الطيب والرائع واللي فعلا صادر من القلب عن مصر. الشكر ليكم يا أستاذ أحمد، الشكر لله أولا سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، ثم شكر لكم أنتم من يقدر الكلمة، من يقدر المشاعر. أنتم شعب طيب نقي سريرة، محب يعني الكلمة تفرق معاه، الإحساس يفرق معاه بصراحة. يعني الحجم أنا النهاردة تليفوني كأني أنا عاد في مصر كله 0 20 0 10، فيعني بصراحة الواحد يعني قسما بالله مش عارف إيش يقول لكم. أنتم هي مصر عظيمة سبحان، تربتها عظيمة، أهراماتها عظيمة، شعبها عظيم. يعني حتى لما أنا قلت حتة الغلابة، يعني حتى يعني الغلابة والتعبير الغلابة اللي في مصر يا أخي ما أجمله. إنسانية غير طبيعية. حبنا لمصر ما يكون بتعليق على مباراة أو وصف أو ارتجال أو ما إلى ذلك. مصر لها يعني حق الرجال على الرجال مثل ما يقولون، حق الرجال. لا ننسى حق مصر علينا، لا ننسى أفضل مصر علينا، لا ننسى الوقفات. مصر بلد لما كان سبحان الله الخيرات بيدها ما تأخرت على أحد، أرسلت المدرسين وأرسلت المهندسين، واللي ناس ما تعرفه ترى كان على حساب مصر. يعني دعما لأشقائهم، دعما لإخوانهم في كل مكان، أنا ما أتكلم على الإمارات بس. فمصر هي النبراس، مصر هي بخير إحنا بخير، مصر قوية نحن أقوياء، مصر شيء جميل في حياتنا كعرب. اليوم نفتخر، العالم كله يعرف ما هي مصر ويعرف تاريخ مصر ويعرف إنجازات مصر، عظيمة بكل ما فيها والله يا أستاذ أحمد. والله يا أستاذ عامر كمان كلام حضرتك، مصر لن تسقط أبدا، وإن شاء الله مصر لن تسقط. وحضرتك طبعا تابعت المؤامرات اللي بتتم، حضرتك اتكلمت ما هي دي مصر زي ما حضرتك بتقول كده. الله أكبر، على مر العصور التآمر على مصر، عدوان الثلاثي وال 67 وفي 2011 و مصر واقفة، ما سقطت. وقفة الرجل المصري الفلاح الشامخ ما يسقط، المصري ما يندل. المصري ممكن تكون ظروفه مش كويسة، ممكن الثروات قلت، الشعب زاد، هذا ممكن كله يصير في أحوال الدنيا. لكن أعطيني مصر يعني أنها تتنازل عن مبادئها أو عن قيمها أو عن شموخها. هذا بلد شامخ، هذا ربي خلق هذا البلد بلد عظيم، ذكر في القرآن الكريم يا رجل، ما يحتاج بعد ذكر القرآن الكريم شيء. يعني مصر مش يعني أذكر الشيخ محمد الله يطول عمره، مصر لنا كلنا مش للمصريين بس، لنا كلنا. أي عربي يروح مصر هو مش غريب، صحيح. أي عربي يروح مصر يقدر يعيش بلده. أحرم 100 مليون مصري، شوف الجاليات العربية اللي جاية الآن تعيش في مصر بسبب الحروب في أوطانها. ما شفنا المصري يقول أنت جاي تشاركني في لقمتي، ولا أنت جاي تأخذ رزقي، ولا أنت جاي تعمل. شوفنا الجنسيات العربية بمئات الألوف موجودة. أنا دائما أروح وأجي على مصر، وعندي عقار في مصر، وأهلي مرتبطين بمصر، أنا أشوف بعيني، يعني ما حد يحكي لي. يا أخي مصر بلد سبحان الله على كل ما فيه، قلب كبير يتسع للجميع. تعال وأقعد، والبلد بلد، وعيش، وتسهيلات. الله يحفظها من كل مكروه، الله يحفظها من كل مكروه.